دابا غنعطيك عصير الحامض اللي بعدا يتواتى مع طايله وساهل بزاف اللي جربوه وزعما هائل. عندنا كاس عنبه ديال عصير الحامض وكاس عنبه ديال السكر، راه ما كيجيش كثير بالنسبه للحامض، الحلاوه هي هذيك. يعني كاس عنبه سكر ديال بالنسبه لكاس عنبه ديال الحامض هو هذاك. نعاود كاس عنبه عصير حامض وكاس عنبه سكر، أربعة الكؤوس عنبة ماء، ونصف كأس عنبة حليب، وواحد فاني. كنخلطوا هاد المكونات كاملة ونخليوه يبرد. كيجي هائل حتى لآخر لحظة وما ممكن توجدي، إلا كان عندك الحامض في الثلاجة والماء في الثلاجة، حتى اللي كيجي الضيف على غفلة كيوجد دغيا. واخا.